يا سيد انا رجعت على لبنان، اتمنى انك ترجع كمان على لبنان. قرار صادر من مجلس الجامعه تسميه حزب الله الارهابي. نحييكم الى مسائيه المستقبل ونبداها بالعناوين مع اميرنا الهند. مساء الخير الى عناوين المسائيه. كما اننا نعمل سويا للمضي قدما لانشاء القوه العربيه المشتركه. خادم الحرمين الشريفين في خطاب تاريخي امام البرلمان المصري يدعو لانشاء قوه عربيه مشتركه لمواجهه الارهاب. اننا في لبنان بدانا نرى املا في اخر النفق. بري يرى املا في انجاز استحقاق رئاسه الجمهوريه. أتأسف أنه أخذ الموضوع اصطفاف سياسي. الأنظار مشدودة إلى مسار جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل بعد الخلافات حول جهاز أمن الدولة. هل ستحمل جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل مسارا جديدا للمناقشات بعد خلافات الجلسة الأخيرة فيما يتصل بجهاز أمن الدولة والتجهيزات لمطار رفيق الحريري الدولي من دون إغفال قضايا الفساد؟ وهل الكلام التفاؤلي لرئيس مجلس النواب نبيه بري من القاهرة في مسار الانتخابات الرئاسية سيأخذ طريقه إلى حيز التنفيذ أم أنه سيبقى مجرد أمنيات؟ حيث لفت بري إلى أمل يلوح في نهاية النفق معددا التحركات الدولية الأخيرة تجاه لبنان، والزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إلى بيروت منتصف الأسبوع المقبل. الأسئلة الداخلية هذه قابلها يقين يؤكد أهمية التضامن العربي ووحدة الصف لمواجهة التحديات ولتحقيق قفزات اقتصادية من خلال الخطاب التاريخي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمام البرلمان المصري. الملك سلمان أكد أن المهمة الأساسية التي ينبغي أن نعمل من أجلها تتمثل في مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب، والذي تؤكد الشواهد أن عالمنا العربي والإسلامي هو أكبر المتضررين منه، لافتا إلى أن المملكة العربية السعودية أدركت ضرورة توحيد الرؤى والمواقف لإيجاد حلول عملية لهذه الظاهرة، فكان تشكيل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب وتنسيق الجهود بما يكفل معالجة شاملة لهذه الآفة فكريا وإعلاميا وماليا وعسكريا. إذن في اليوم الرابع من زيارته إلى مصر ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خطابا تاريخيا أمام البرلمان أعلن فيه السعي لتشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة الإرهاب. بات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أول قائد عربي يلقي خطابا تحت قبة البرلمان المصري، حيث استقبل بحفاوة بالغة. في اليوم الرابع من زيارته غير المسبوقة إلى القاهرة، خاطب العاهل السعودي البرلمانيين المصريين معرجا أمامهم على مجمل الملفات الإقليمية والدولية، ومجددا الإشادة بتاريخ العلاقات المصرية السعودية. وخلال كلمته التي قوطعت مرات عدة بتصفيق حار، أعلن خادم الحرمين السعي لإنشاء قوة عربية مشتركة لمواجهة الإرهاب الذي وصفه بأنه الخطر الأكبر الذي يواجه المنطقة. إن المهمة الأخرى التي ينبغي أن نعمل من أجلها سويا تمثل في مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب، التي تؤكد الشواهد أن العالم العربي والإسلامي هو أكبر المتضررين منه. قد أدركت المملكة السعودية ضرورة توحيد الرؤى والمواقف لإيجاد حلول عملية هذه الظاهرة، وتم تشكيل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب وتنسيق الجهود بما يكفل معالجة شاملة هذه الآفة فكريا وإعلاميا وماليا وعسكريا. كما أننا نعمل سويا للمضي قدما لإنشاء القوة العربية المشتركة. بدوره أكد رئيس البرلمان المصري علي عبد العال في كلمته أن مصر والمملكة هما عصب الأمتين العربية والإسلامية،
وتعاونهما معا هو السبيل الوحيد لإجهاض مخططات أعداء الأمة والتعجيل بنهاية الإرهاب. وفي ختام زيارته لمجلس النواب المصري، تسلم خادم الحرمين هدية من رئيس البرلمان، الذي تسلم بدوره من العاهل السعودي هدية عبارة عن مجسم لقصر المربع التاريخي في الرياض. جامعة الأزهر شكلت المحطة التالية في اليوم قبل الأخير من زيارته التاريخية، حيث تسلم العاهل السعودي الدكتورة الفخرية تقديرا لإسهاماته في تطوير مستشفى قصر العين. وعلى هامش زيارة العاهل السعودي مصر، علق وزير الخارجية السعودية عادل الجبير على منع قناة المنار التابعة لحزب الله من البث على القمر الصناعي نايل سات، بقوله إن القناة تمثل جماعة إرهابية ومنعها هو تنفيذ لقرار عربي. الجبير وخلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المصرية وعدد من الكتاب والإعلاميين، أضاف أن التطرف نتيجة مباشرة وعكسية للثورة الإيرانية، مشددا على أن أكثر من يحارب داعش والقاعدة هم علماء المملكة. رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الفتن داخل الطائفة الإسلامية وداخل المجتمعات العربية انطلقت ولا تزال، معتبرا أن المؤثر الأول والأكبر في هذا الموضوع هي مقاربة ومصالحة بين الخليج والجمهورية الإسلامية الإيرانية. إننا في لبنان بدأنا نرى أملا في آخر النفق، وفق ما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري من القاهرة، حيث ترأس أعمال المؤتمر 23 للاتحاد البرلماني العربي في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية في حضور رؤساء المجالس والوفود البرلمانية العربية. إنني أؤكد على ازدياد قناعة اللبنانيين بأن بلدهم يمثل ضرورة لبنانية، فإنني أود أن أنقل إليكم أن بلدنا يمثل أيضا ضرورة دولية، وقد عبر عن ذلك الاهتمام الدولي المتزايد من خلال زيارة بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسي البنك الدولي والإسلامي وتحركات بنك الاستثمار الأوروبي، وفي هذا الأسبوع يصل الرئيس الفرنسي وغيره من الرؤساء الإفريقيين. إننا في لبنان بدأنا نرى أملا في آخر النفق، نسأل الله أن لا يكون سرابا يحسبه العطشان ماء، في توصل الأطراف اللبنانية إلى إنجاز الاستحقاق الدستوري بانتخاب رئيس جمهورية للبنان. إن لبنان اليوم يشق طريقه لإنجاز استحقاقات الانتخابات البلدية التي ستجري بعد أسابيع في شهر مايو المقبل. بري رأى أن حل مشكلة النازحين واللاجئين هي بتعجيل الحلول السورية التي تعيدهم إلى وطنهم. إننا نرى أن حل مشكلة النازحين واللاجئين هي بتعجيل الحلول السورية التي تعيدهم إلى وطنهم، وبانتظار أن تستكمل خطوات الحل في هذا الصيف، فإننا نستدعي دعما عربيا إمائيا تربويا وصحيا وخدماتيا وفي مجال الطاقة والبيئة، وخاصة دعما لجيشنا الذي يقدم التضحيات ويتعرض يوميا لهجمات إرهابية على حدوده الشرقية والشمالية وعلى حدود مجتمعه. رئيس مجلس النواب وردا على أسئلة الصحفيين أبدى اعتقاده أن في العالم العربي هناك مؤامرة كبرى حيكت باسم الديمقراطية، وفي الحقيقة هي الفوضى الخلاقة التي وعدنا بها وتحققت رغم إنكار الكثير بأنها لم تتحقق. أنا أعتقد أن الفتن داخل الطائفة الإسلامية وداخل المجتمعات العربية انطلقت ولا تزال، وأستطيع القول أن المؤثر الأول والكبير والأكبر بهذه المواضيع هي مقاربة ومصالحة بين الخليج وبين جمهورية الإسلام إيران الإسلامية، ولا وخاصة بين المملكة العربية السعودية وإيران. هذا الموقف اتخذته في لبنان واتخذه الآن. المصالحة بين أو التقارب بين الإيرانيين والسعوديين يؤثر ليس فقط على لبنان، يؤثر على سوريا، يؤثر على البحرين، يؤثر على العراق إلى آخره، وأهم من ذلك كله له التأثير الكبير على الإسلام الذي هو دين الجميع.
دين الشيعة والسنة. الرئيس بري كان قد التقى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ودار الحديث حول التطورات الراهنة. على وقع الخلاف حول جهاز أمن الدولة، دعا رئيس مجلس الوزراء إلى جلسة يوم الثلاثاء المقبل، فهل سيعاد السيناريو نفسه؟ بعد جلسة الخميس التي فجرها الخلاف حول جهاز أمن الدولة، دعا رئيس الحكومة تمام سلام إلى جلسة يوم الثلاثاء القادم. وبحسب نص الدعوة، فإن الجلسة ستتابع البحث في جدول أعمال الجلسة السابقة، ما يعني طرح البند 65 المتعلق بجهاز أمن الدولة للنقاش، بالإضافة إلى عدد من مشاريع المراسيم العادية. هو أصلا الرئيس بيدعي، بس أنا أتمنى أنه كانت أنه الاتصالات يلي عم يجريها الرئيس سلام وباقي المكونات السياسية انه توصل لحل، لانه الموضوع ما كان لازم بالجلسة الماضية يربطوا موضوع نقل الاعتماد للسفر والنفقات السرية لقوى الامن الداخلي والامن العام بموضوع امن الدولة يلي ما كان نازل على بند مجلس وزراء، لانه قلنا نحن ما تربطوا هذا الموضوع وننطر انه نشوف البند 65 يلي هو ينص على تعديل الهيكلية تبع أمن الدولة. وعن الخلاف حول جهاز أمن الدولة، يأسف الوزير الحناوي للغة الطائفية التي استعملت خلال الجلسة الأخيرة، مؤكدا أن هناك سبلا لمعالجة هذا الملف بعيدا عن السجلات. أتأسف أنه أخذ الموضوع اصطفاف سياسي، أعتقد أنه هذا الاصطفاف السياسي كان يمكن أن يكون ما وراءه هدف سياسي لهذا الموضوع. بعدين بالنسبة لي عم بيعملوا بموضوع الحقوق وما الحقوق، خلينا ننزل على مجلس النواب وننتخب رئيس جمهورية، لأنه رئيس جمهورية هو الممر الإلزامي لحل كل المشاكل العالقة في لبنان. لازم قبل ما يعملوا ويخربطوا هالجلسة مجلس الوزراء كرمال طائفة المدير العام لأمن الدولة وصلاحياته مع النائب الرئيس أمن الدولة، لازم يكون في دقة بالموضوع والبحث عن لماذا هذا الخلاف بين المدير والنائب، وكذلك هذا الموضوع يعود لرئيس الحكومة كان قبل الجلسة أو ما قبله، أنه يروحوا عند رئيس الحكومة ويسألوا لماذا لا تصرف النفقات السرية لجهاز أمن الدولة وموضوع السفر تبعهم. وأنا برأيي وقلت هناك سوء إدارة قيادية في أمن الدولة لبين اثنين، يعني المدير ونائبه، في سوء قيادة في سوء إدارة لهذه المديرية باثنين سنة، ألوم اثنين سوا، لأنه هذه مؤسسة أمنية لازم تكون فعالة ولازم تكون عم تشتغل على أكمل وجه. وبحسب أجواء الرئيس سلام، فإن الرئيس يقوم بواجباته بدعوته لجلسة يوم الثلاثاء، دون أن يعني ذلك أن هناك حلحلة ما في ملف جهاز أمن الدولة، ودون ضمانات بعدم تكرار سيناريو الجلسة السابقة. خلال جولة له في منطقة كسروان، أكد البطريرك الماروني مربشار بطرس الراعي ضرورة عدم تدخل الأحزاب السياسية في الانتخابات البلدية. أمل البطريرك الماروني مربشار بطرس الراعي أن تكون الانتخابات البلدية مثالا للانتخابات الرئاسية، مطالبا الأحزاب السياسية عدم التدخل بشأنها بل احترام هذا الاستحقاق وإبعاده عن التجاذبات السياسية. كلام الراعي جاء خلال قداس في كنيسة الخلاص عين الريحاني، وهي المحطة الثالثة في إطار زيارته الرعوية إلى نيابة صرب المارونية. نرجو أن تكون الانتخابات البلدية التي نحرص كل الحرص على إجرائها في مواعيدها أن تكون مثالاً لانتخاب رئيس للجمهورية الذي لا نجد أي مبرر لعدم انتخابه حتى اليوم، خلافاً لما يرسم الدستور، وللانتخاب ومثالاً للانتخابات النيابية التي لم تجري في حينها بل استبدلت بالتمديد مرتين وبمخالفة الدستور. وكان البطريرك الماروني زار كنيسة سيدة الانتقال في عين طورة، حيث استقبله كاهن الرعية الياس أبو حرب، كما ترأس الراعي القداس الإلهي في دير مار الياس الراس، وألقى كلمة بعد رفعه الصلاة أكد فيها أن صلوات المؤمنين هي وحدها التي تحمي لبنان وتحمينا أمام كل هذا الروح المتفلت والانحطاط الأخلاقي. بعدها التقى الراعي جمهور الدير من الراهبات، وتم عقد خلوة تم التداول فيها في شؤون كنسية رهبانية.
أكد وزير الداخلية والبلديات مهاد المشنوق خيار الدولة التي هي صخرة اللبنانيين، أي دين اعتنقوا وإلى أي مذهب انتموا، كما جرى في محاكمة المجرم ميشيل سماح. المشنوق وخلال كلمة في افتتاح مبنى القصر البلدي في جعيتا بحضور راعي الاحتفال الكاردينال البطريرك الماروني ماربشارا بطرس الراعي، شدد على أن محاسبة الفساد في قوى الأمن مدعاة فخر واعتزاز، مؤكدا أن الحملات على وزارة الداخلية عبر سوق الافتراءات والادعاءات الكاذبة هي أفعال جرمية يعاقب عليها القانون. أضاف أن التوطين يهددني أنا المسلم لو كان واقعا بمثل ما يهدد المسيحي، فهو ليس مشكلة عددية وحسب تطال الميزان الديموغرافي، بل مشكلة اقتصادية وبيئية وقيمية وسياسية ومناطقية وكيانية لا يملك لبنان أي مقومات تساعد على استيعابها. أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أن الأرقام المتداولة عن ترحيل لبنانيين من دول الخليج مضخمة، متحدثة عن 74 حالة إبعاد أو عدم تجديد إقامة لأسباب مختلفة. حاولت وزارة الخارجية التخفيف من وطأة أزمة ترحيل اللبنانيين من دول الخليج على خلفية الأزمة التي بدأت منذ أسابيع، فاعتبرت في بيان لها أن الأرقام المتداولة مضخمة جدا، كاشفة عن 74 حالة إبعاد أو ترحيل أو عدم تجديد إقامة لأسباب مختلفة تشمل مختلف الفئات اللبنانية العاملة أو المقيمة بهذه الدول. واعتبرت وزارة الخارجية أن الأرقام التي يحكى بها في الإعلام والتي تشير إلى آلاف الحالات هي أرقام مضخمة ولا تعكس الواقع المشار إليه، الأمر الذي يثير القلق بين أفراد الجاليات اللبنانية ولدى الرأي العام اللبناني. كما أشارت الخارجية لأن القائمة بأعمال السفارة اللبنانية في الكويت التقى وكيل وزارة الداخلية هناك، وقد جزم الأخير عدم وجود أي حالة إبعاد لأي لبناني بسبب انتماءاته، متمنية على وسائل الإعلام توخي الدقة ومراجعتها قبل الشروع في نشر معلومات غير مؤكدة تثير البلبلة وتسهم في توتير علاقات لبنان مع دول مجلس التعاون الخليجي أو غيرها من الدول العربية. كما طلبت الوزارة من بعثاتها المعتمدة لدى هذه الدول إيداعها ما يتوفر لديها من معلومات رسمية بهذا الخصوص وتزويدها بلوائح مفصلة بأعداد اللبنانيين الذين أبلغت رسميا بترحيلهم أو بإبعادهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية. الحرب على البعوض أعلنت والسلاح الفتاك الرش. التقرير لغيدة جبيلي. حال الطوارئ رفعت والحرب على البعوض أعلنت ولم يسلم المواطنون من هذه الموجة. مش منه بهالدرجة العالم عم تبالغ فيها، لا، بس في موجة خفيفة لهلا يعني، وبعد ما شوبت كثير ليصير يعني. لأنه قمت تطلعت ريحة الزبالة من وراها فاتت على الطوارئ، نطلب إنه كرمال يشوفوا حل للزبالة لأنه الناس وعد فيها تتحمل. إذا فريقة على جسمي كل حبوب، يعني الحمد لله كل الأمراض صارت فينا. ما ضل في ولا مرض الا ما صار بجسمنا. ولكل منه اسلوبه الخاص وسلاحه الفتاك. نحن بالبيت بنستعمل الدواء البرغش ومسكر بواجهات الازاز. ما بنفتح الشبابيك. بس انا ماشي بالطريق ما بلاقي غير شيء برغش ضربت بوجهي. عادي طبيعي بضلني مكف. النفايات والطقس الحار سببان أساسيان وراء انتشار البرغش والحشرات خصوصا في المناطق الساحلية، وللحد منها اعتمد أسلوب رش المبيدات في بيروت ومناطق أخرى. رئيس بلدية بيروت بلال حمد أكد لتلفزيون مستقبل أن البلدية بدأت منذ شهر بإجراءات الرش، مما ساهم في جعل بيروت الأقل تأثرا بهذه الموجة مقارنة بمدينتي صيدا وطرابلس، فيما باشرت شركة بويكر بجولة رش في شوارع ومناطق بيروت. سكروا شبابيككم وحطوا كمامات وبدنا نتنفس، لا صراحة كان في مبالغة كتير كبيرة، ما بعتقد ناقص المواطن اللبناني خوف وقلق لهالدرجة. بين إزالة النفايات وبين هالموجة الحر اللي اجت، كل الحشرات اللي مخباية عادة الحشرات وين بتكون؟ بالنفايات، على الشجر، على الخضار، خصوصي هلأ خضار الربيع بتعرفي بيلم كتير من هالناموس الصغير، فاعت بهالموجة. بس نحنا فعلا من الفجر بكير مبارح كنا لمينا العينات، عرفنا شو هي المشكلة بالضبط، وفعلا بلشت الإجراءات تتاخد لحتى تعالج. حب بشر أهل بيروت إنه المازوت انتهى، نحنا ما بقى عم نشتغل بأي شيء فيه مازوت اللي هو ممكن يضر بالصحة، نحنا هلأ عم نستعمل كلها مواد صحية 100%، ما في شيء بيأذي الإنسان. وأكد بيوض أن الحديث عن هجمة فئران وصراصير من المجارير إلى المنازل أمر مبالغ فيه وغير علمي.
جدد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان رفضه مطمر الكوستا برافا رفضا قاطعا، وأكد بعد لقائه رئيس الحكومة تمام سلام على رأس وفد من أهالي شويفات اللا ثقة بأجهزة الدولة فيما يتعلق بخطة النفايات. مدينة شويفات بكل ما تجمع من قوى ترفض رفضا قاطعا مطمر الكوستا برافا، هذا ما أعلنه صراحة رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان بعد زيارته رئيس الحكومة تمام سلام في المصيطبي على رأس وفد من المدينة ضم رئيس البلدية وأعضاء من المجلس البلدي ومخاتير المدينة وممثلين عن الأحزاب والجمعيات الأهلية بحضور نائب رئيس مجلس الإنماء والإعمار إبراهيم شحرور. لا ثقة لدينا بأجهزة الدولة بكل صراحة، وهذا طبعا شيء مؤسف على التنفيذ، يعني طبعا طبعا على التنفيذ وعلى المراقبة وعلى هذا. ما منا نصبح بمعضلة عنوانة حامية حرامية، نحن هذا أمر ما فينا لا نواكبه ولا نباركه ولا نمشي فيه، خاصة أن تجربتنا في الجبل بمطمر النعمة اللي بدي أذكر اللبنانيين جميعا لما انطلق مطمر النعمة قال انه هذا المطمر لسنتين، صبحنا ب 17 سنة، صبحت مساحة المطمر 300 ألف متر مربع، إذا بتطلعوا على القرى المجاورة بتشموا ريحة الزبالة والنفايات والغازات، ما منا نصبح نحن بالشيفات. وأكد أرسلان أنه في حال اعتمدت اللامركزية في حل النفايات فنحن حاضرون، مشيرا إلى أن مطمر الكوستا برافا مشرع أمام كافة الخيارات والاحتمالات، وهذه المسألة ستبقى بيد رئيس الحكومة وإدارته. بعد الفاصل تتابعون. المعارضة السورية تتقدم في ريف اللاذقية وتوافق على مفاوضات مباشرة مع النظام. ومدبرو اعتداءات بريكسل كانوا يخططون لهجمات جديدة في باريس. المسائية مستمرة وإليكم تذكيرا بأبرز ما ورد فيها من أنباء. قادم الحرمين الشريفين في خطاب تاريخي أمام البرلمان المصري يدعو لإنشاء قوة عربية مشتركة لمواجهة الإرهاب. وبري يرى أملا في إنجاز الاستحقاق الرئاسي. الأنظار مشدودة إلى مسار جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل بعد الخلافات حول جهاز أمن الدولة. بدأت المعارضة السورية عملية عسكرية لاستعادة مناطق بريف اللاذقية، لكنها انسحبت من قرى بريف حلب الجنوبي بعد تدخل الطيران الروسي، في حين تعرض معقل تنظيم داعش في الرقة لغارات كثيفة من طيران التحالف الدولي. في إطار حملة قامت بها المعارضة السورية لاستعادة بعض القرى، تمكنت من إحكام السيطرة على تلة البيضة الاستراتيجية وبلدة البيضة المجاورة ونقاط أخرى في جبل التركمان بريف اللاذقية ضمن معركة وادخلوا عليهم الباب. في وقت انسحبت فصائل المعارضة من قرى برنا وزيتان والخالدية في ريف حلب الجنوبي، وذلك بعد تدخل الطيران الروسي الذي شن أكثر من 100 غارة جوية، تزامن ذلك مع توقع لخبراء عسكريين روس تحرير حلب في القريب العاجل بعملية عسكرية يشارك فيها الطيران الروسي بشكل مكثف، فيما قتل 16 عنصرا من قوات النظام خلال 24 ساعة بعد اشتباكات عنيفة مع فصائل المعارضة في ريف حلب الجنوبي. وعلى صعيد آخر أعلن التحالف الدولي مقتل 24 عنصرا من داعش وثمانية مدنيين في غارة على الرقة شمال سوريا. وفي تطور آخر أعلن جيش الإسلام المعارض عن قتل 25 عنصرا من قوات النظام السوري وتدمير دبابة بعد محاولتهم اقتحام جبهة أوتوستراد دمشق حمص الدولي في دمشق. وعلى صعيد آخر أعلنت وسائل إعلام إيرانية مقتل ثلاثة من عناصر الحرس الثوري الإيراني بينهم مستشار عسكري خلال اشتباكات في حلب وريفها. وافقت الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية على الدخول في مفاوضات مباشرة مع وفد النظام إلى جنيف، هذا في وقت يستكمل المبعوث الدولي ستيفان دي مستورا جولته في دول المنطقة تحضيرا لمحادثات السلام.
يستغل المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا الأيام الثلاثة المتبقية قبل بدء الجولة الجديدة من مفاوضات جنيف بين النظام والمعارضة السورية لجمع أكبر قدر من النقاط المشتركة بين الأطراف المتخاصمة ومحاولة إحداث خرق في الملف السوري. دي مستورا الذي يقوم بجولة تضم العديد من الدول ذات التأثير على طرفي النزاع بحث مع وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أهمية دعم وإنجاح محادثات السلام وناقش معه الجهود المبذولة للتوصل إلى تفاهم مشترك بشأن عملية الانتقال السياسي. تحضيرات دي مستورا التي بدأها من روسيا ستشمل كذلك اجتماعا مع وزير خارجية النظام وليد المعلم في دمشق بالإضافة إلى لقاءات مع مسؤولين إيرانيين وسعوديين وأتراك. وبالتزامن مع جهود المبعوث الدولي أبدت الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة انفتاحا على فكرة إجراء مفاوضات مباشرة مع وفد النظام في جنيف. عضو الهيئة رياض نعسان آغا أوضح أن الهدف من مفاوضات جنيف هو إطلاق الحوار بين السوريين لتنسيق صيغة حكومة الوفاق الوطني كهيئة للحكم الانتقالي، في حين أكد رئيس وفد المعارضة السورية إلى جنيف أسعد الزعبي أن أكراد سوريا هم جزء أساسي من مستقبل البلاد. أما وزير أعلام النظام السوري عمران الزعبي وفي معرض رده على طرح المعارضة فزعم بأن المفاوضات المباشرة مع المعارضة تحتاج تفسيرا وتبريرا يقدم للناس، وفي ظل تحذيرات المعارضة من إمكانية انهيار الهدنة بسبب الخروقات المتكررة للنظام، زعم مساعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية مسعود جزائري أن مشاركة قوة خاصة من مغاور الجيش الإيراني في سوريا والتي تم إرسالها الأسبوع الماضي يقتصر على العمل الاستشاري فقط. سمحت السلطات العراقية للعائلات بالعودة إلى بعض المناطق في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار، وذلك بعد أشهر على استعادتها من تنظيم داعش المتشدد. من جهة أخرى، أكد وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي أن فك الحصار عن المدنيين داخل الفلوجة يعد من أهم أولويات الحكومة. إلى ذلك استعادت القوات العراقية المدعومة بغطاء جوي من طائرات التحالف الدولي معظم أحياء بلدة هيت غرب محافظة الأنبار من قبضة داعش. اعتبر المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي أنه يتعين دائما العمل على تعزيز القدرات العملانية والحوافز المعنوية للقوات المسلحة الإيرانية لأنها الوحيدة في العالم الملتزمة بالدين ولديها دوافع معنوية على حد تعبيره. وزعم خامنئي أن الجيش الأمريكي يتميز في الظاهر بامتلاك قدرات عملانية وعسكرية عالية، ولكنه على الأرض ذات طابع عسكري محض ويفتقر للمنطق والرحمة، معتبرا أن أداء الجيش الأمريكي في العراق وأفغانستان بات نموذجا صارخا للجيوش العسكرية المحضة. تدخل الهدنة في اليمن بين قوات الشرعية ومتمردي الحوثي والمخلوع صالح حيز التنفيذ ليلة الأحد الاثنين تمهيدا لمحادثات السلام المقررة في 18 من الشهر الجاري في الكويت. يعيش الشارع اليمني حالة من الترقب والحذر قبل ساعات على دخول الهدنة حيز التنفيذ كخطوة تهدئة تسبق الجولة الجديدة من المحادثات التي تجمع الأطراف اليمنية في العاصمة الكويتية. المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي حدد ليل الأحد الاثنين موعدا لوقف الأعمال القتالية بين قوات الشرعية ومتمردي الحوثي والمخلوع صالح يتطلع لإنجاح المشاورات المقررة في 18 من الجاري ووقف الحرب المستمرة منذ نحو عام ونصف العام. وقد تحدثت معلومات عن تسلم الأطراف المشاركة في المحادثات مسودة قرار وقف إطلاق النار وإبداء الانقلابيين بعض التحفظات على بنودها، وذلك بعد امتناعهم عن إبداء موقف واضح وصريح من مسار المحادثات التي حدده ولد الشيخ أحمد استكمالا لسياسة المراوغة المعتمدة من قبلهم. أما الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي فسبق أن أوضح أن وفد الحكومة سيذهب إلى المشاورات من أجل السلام والسعي لتحقيقه، لافتا إلى أنه على الميليشيات تسليم السلاح وتنفيذ الالتزامات التي تضمنها القرار الأممي 2216.
وإلى حين تنفيذ الهدنة المقررة أن تسري أولا في محافظتي تعز وحجة، كثفت ميليشيات الحوثي وصالح استهدافها للمدنيين في تعز، كما شددت الحصار الخانق على جميع منافذ المدينة في محاولة لتعزيز موقفها في المحادثات. أما في عدن فقد تم اغتيال أمين عام المجلس المحلي لمديرية المنصورة ونجله برصاص مسلحين مجهولين. رفعت مديرية أمن اسطنبول درجة التأهب الأمني في عموم المدينة إلى الدرجة القصوى بعد تلقيها معلومات استخبارية تشير إلى أن تنظيم داعش يخطط لتنفيذ عملية إرهابية في أحد الأماكن المزدحمة أو أمام أحد المباني الحكومية الحساسة. يأتي ذلك قبيل انطلاق الاجتماعات التحضيرية لقمة منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول، والتي ستلتئم يومي الخميس والجمعة المقبلين تحت شعار الوحدة والتضامن من أجل العدل والسلام. أكدت فرنسا أن هناك أدلة عن تهديدات قوية جدا ضد البلاد بعد الكشف عن خلية في بلجيكا، وذلك بعد ساعات على إعلان الادعاء البلجيكي أن مدبري هجمات بروكسل الأخيرة كانوا يخططون لاعتداءات جديدة في باريس. لا تزال الدول الأوروبية تعمل على محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن لديها، لا سيما مع ورود إنذارات تحذر من نية تنظيم داعش الإرهابي لتنفيذ عدد من التفجيرات في بعض المناطق الأوروبية. ففيما أكد جورج ماسن رئيس جهاز الاستخبارات الألمانية أن تنظيم داعش يريد تنفيذ هجمات في ألمانيا وأن الوضع الأمني خطير للغاية، قال الادعاء البلجيكي إن مدبري اعتداءات بروكسل التي حصلت في 22 من آذار الماضي وأسفرت عن مقتل 32 شخصا كانوا يخططون في بدء الأمر للهجوم على باريس، لكنهم شنوا هجومهم في بلجيكا في ظل اعتقال مشتبه فيهم باريزين. وأوضح المدعي الاتحادي في بلجيكا في بيان أن عوامل عديدة في التحقيق أظهرت أن الجماعة الإرهابية كانت تنوي في بدء الأمر شن هجوم في فرنسا مجددا، مؤكدا أنه عندما فوجئت الجماعة الإرهابية بسرعة التقدم في التحقيق اتخذوا قرار شن الهجوم في بروكسل. ويأتي هذا البيان غدا توقيف محمد عبريني الذي اتهم رسميا في ملف اعتداءات باريس، وقالت النيابة الفيدرالية البلجيكية إنها وجهت إليه رسميا تهمة المشاركة في نشاطات مجموعة إرهابية وعمليات قتل إرهابية ومحاولات قتل إرهابية. من جانب آخر أرسلت الولايات المتحدة إلى قطر قاذفات استراتيجية من طراز B-52 لتعزيز جهود التحالف ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا، وتعتبر واشنطن خطوة إرسال الطائرات إلى قطر تترجم تصميمها على ممارسة ضغط دائم على التنظيم وعلى الدفاع عن المنطقة في حال الطوارئ. تزامنا تقود البحرية الأمريكية مناورة بمشاركة 30 دولة في مياه الشرق الأوسط تهدف إلى حماية ممرات التجارة الدولية من تهديدات تنظيمي داعش والقاعدة. المناورة التي يجري جزء منها في مياه الخليج كانت بدأت يوم الاثنين الماضي في البحرين، حيث يتمركز الأسطول الخامس الأمريكي. وتعتبر البحرية الأمريكية أن هذه المنطقة توفر فرصة تدريب قوية للدول في أنحاء العالم كافة كونها تضم قناة السويس ومضيق باب المندب ومضيق هرمز. بدأ وزراء خارجية دول مجموعة السبع اجتماعا يستمر يومين في مدينة هيروشيما اليابانية، التي أصبح وزير الخارجية الأمريكية جون كيري أرفع مسؤول أمريكي يزور المدينة التي استهدفتها واشنطن بقنبلة ذرية عام 45. اجتماع وزراء خارجية الدول الصناعية السبع الكبرى يتخذ هذا العام طابعا رمزيا واستثنائيا. السبب هو مكان الاجتماع، أي مدينة هيروشيما غرب اليابان التي تعرضت لأول ضربة نووية في التاريخ شنتها الولايات المتحدة في آب من العام 45. فوزير الخارجية الأمريكية جون كيري أصبح أرفع مسؤول حكومي أمريكي يزور هيروشيما منذ الهجوم الذي خلف 140 ألف قتيل. حاله كحال ناظريه البريطاني فيليب هاموند والفرنسي جان مارك أيرولت اللذين وطأ هيروشيما للمرة الأولى، وهما أيضا يمثلان القوتين النوويتين الأخريين في مجموعة السبع. وتأمل اليابان من خلال اجتماعات هيروشيما بتوجيه رسالة قوية إلى العالم عبر نشر نتائج اللقاء في وثيقة تاريخية تحمل اسم إعلان هيروشيما. اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع الذي يستمر يومين
بحضور نظيرتهم الأوروبية فيدريكا موغاديني، خيمت على جلسة افتتاحه الاعتداءات الأخيرة في بروكسل ومحاربة الإرهاب في دول المنطقة وأزمة المهاجرين إلى أوروبا، إضافة إلى الملف النووي والتجارب الصاروخية لكوريا الشمالية والتوتر في بحر الصين. وتضم مجموعة السبع كلا من ألمانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، وهذا الاجتماع يعد تحضيريا لقمة رؤساء دول المجموعة المقرر في 26 و 27 من الشهر الجاري. لجأت الشرطة المقدونية على الحدود مع اليونان إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لصد مئات المهاجرين الذين كانوا يحاولون عبور السياج الحدودي. ويطالب أكثر من 11 ألف لاجئ ومهاجر منذ أكثر من شهر بفتح الحدود التي أغلقت بعد قطع طريق البلقان منعا لوصولهم إلى بلدان أوروبا الغربية والشمالية. استقال رئيس الحكومة الأوكرانية إرسيني ياتسونوك من منصبه، معلنا أنه سيعرض استقالته على البرلمان يوم الثلاثاء المقبل. وتأتي هذه الاستقالة في ظل أزمة سياسية تشهدها أوكرانيا، بعدما أعلن أعضاء في البرلمان الأوكراني رفضهم للتعامل مع رئيس الوزراء بسبب تأخره في إجراء إصلاحات. قتل أكثر من 100 شخص جراء حريق نشب في معبد بجنوب الهند، وذلك إثر إطلاق ألعاب نارية. واندلع الحريق حين كان مئات الأشخاص يشاركون في احتفالات رأس السنة الهندوسية في معبد بوتينغال البوذي ويحضرون عرضا للألعاب النارية. بعد الفاصل تتابعون. إعادة فتح مغارة شعيتا بعد إعادة تأهيلها. وفي الرياضة، سباق بنك ماد للشباب يجمع 8000 عداء وعداء في الطبي. أعلن وزير السياحة ميشيل فرعون إعادة فتح مغارة جعيتا بعد إعادة تأهيلها، مشيرا إلى أن مستويات السلامة العامة فيها أصبحت على أعلى المستويات. بعد أكثر من شهرين على إقفال المغارة السفلية في جعيتا أمام الزوار والسياح، والتي كانت أغلقت في أواخر كانون الثاني الماضي بعد وفاة سائح مصري سقط في مياهها، أعلن وزير السياحة ميشيل فرعون عن إعادة فتحها خلال زيارة تفقدية للموقع، مشيرا إلى أن مستويات السلامة العامة فيه أصبحت على أعلى مستوى، ووصف هذا اليوم بالتاريخي للسياحة في لبنان. على لنقول معيار الشفافية، التحقيق راح يكون والتدقيق هو راح نخليه علنا، المحضر إذا حدا بحب يطلع فيه كمان موجود، في تعهدات والتزامات كمان للأشهر الجاية، ما في شيء مخبى. واليوم نحن وياكم نبرم ونكشف لنشوف يعني هل الإنجازات اللي انعملت اللي بتسمح لنا اليوم لما نقول عم نحتفل، لأنه بنرجع نقول أنه صار في حادث مؤلم، انما لنقول انه يعني نبرم الصفحه، يكون في صفحه جديده ان شاء الله للمغاره السفلى، هل هي لها تاريخ عظيم. وخلال جولته لفت فرعون الى ان ازمه النفايات اثرت سلبا على السياحه، اما في موضوع امن الدوله فاكد فرعون انه موضوع سياسي وليس موضوعا طائفيا، معتبرا ان وضعه بالخانه الطائفيه هو تهرب من المسؤوليات. مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار يستقبل مطران الأرمن الأرثوذكس شاهي بانوسيان، ويلفت إلى عدم وجود مكان لقوة السلاح بين أبناء الوطن الواحد. أكد مفتي طرابلس والشمال مالك الشعار أن الوطن لا يقوم إلا على الأخوة فيما بين أبنائه، ولا يقوم إلا على تحقيق العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات. الشعار وخلال استقباله مطران الأرمن الأرثوذكس شاهي بانوسيان، يرافقه الأب روبين ميسيسيان وممثل مجلس الطائفة الأرمنية خاتشيك هارونيان، في حضور أمين الفتوى الشيخ محمد إمام، أشار إلى عدم وجود فضل لفريق على آخر إلا بمقدار ما يقدم من تضحية وعطاء لهذا الوطن. القوة عندنا هي قوة القيم، قوة الكلمة الطيبة. لا يوجد مكان فيما بيننا لقوة السلاح، ولا لقوة العضلات، ولا لقوة التحدي، وإنما لقوة الأخوة، لقوة الوحدة الوطنية التي نحمي فيها وطننا وكياننا وأمننا الداخلي واستقرارنا الذاتي.
بانوسيان أمل أن يستمر الوضع آمنا في طرابلس وفي كل لبنان، مكررا شكره للمفتي الشعار الذي يمثلنا في طرابلس كما قال. رفضا لحال الانقسام العمودي التي تفرضه بعض القوى الإقليمية والدولية على مجتمعنا العربي، أطلق المركز اللبناني للأبحاث والدراسات مؤتمرا حول دور العرب الشيعة في مواجهة المخططات التآمرية. دور العرب الشيعة في مواجهة المخططات التآمرية عنوان المؤتمر الذي أطلقه المركز اللبناني للأبحاث والدراسات في فندق الريفيرا للبحث في مدى قدرة الشيعة العرب على تجاوز المخططات التي جاءت لتورطهم بالخروج من انتماءاتهم الوطنية على خلفية الصراعات التي تشهدها المنطقة عموما ولبنان خصوصا. وقد حاضر كل من رئيس المركز اللبناني للأبحاث والدراسات حسان قطب ومصطفى هاني فحص حول التعددية وفشل للدولة الوطنية. إن محاولة البعض العمل على رفع جدران الكراهية بين مكوناتها وتعزيز الفرق الدينية والمذهبية بين أطيافنا وزرع الخوف والحقد والضغينة بين مجتمعاتنا لن يؤدي إلا تفككها وانفراد عقدها وزيادة حدة الصراع بين مكوناتها. إن المصالحة مع الانتماء العربي والجسم العربي والوطن العربي ضرورة وواجب حتمي، ولكن هذا لا يعني أبدا إلغاء التنوع المذهبي والديني. كثير سهل نتهم إيران بكل شيء. إيران جغرافيا دائمة، علينا أن نتعامل مع هذه الجغرافيا الثابتة والدائمة لكي نحصن أنفسنا. علينا أن نعترف بكل مكوناتنا. الاقتضاء بالاعتراف بمكوناتنا هو شيء من الديمقراطية. الديمقراطية هي صناديق الاقتراع التي تلغي الأغلبية أو الأقلية الطائفية لصالح أغلبية وطنية. كما شددت الكلمات على ضرورة الحفاظ على الدور الوطني للشيعة العرب والبحث عن كل الأسباب التي تؤكد على ارتباطهم بأوطانهم بعيدا عن سطوة القرارات السياسية. جال أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري على الواجهة البحرية لمدينة صيدا، والتقى عددا من الصيادين والمواطنين من رواد المطاعم والمقاهي الشعبية ومن أصحاب الحرف، مطلعا على أوضاعهم ومستمعا إلى أبرز الهموم والمشاكل التي تواجههم. جولة الحريري شملت أيضا بحر المدينة، حيث استقل أحد المراكب المخصصة للنزه مع مواطنين كانوا في رحلة إلى الجزيرة. بنك لبنان والمهجر يستمر بحملة كن بطلا وانزع لغما بالتعاون مع الجيش اللبناني وماستر كارد. واصل بنك لبنان والمهجر برنامجه لنزع الألغام من أعالي جبال حدث الجبة بعنوان كن بطلا وانزع لغما بالتعاون مع الجيش اللبناني وشركة ماستر كارد. وتهدف هذه الزيارة إلى إنقاذ الأراضي اللبنانية من الألغام، ويشكل بنك لبنان والمهجر المساهم الأكبر محليا في المسح الذي يجريه المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام التابع للجيش اللبناني، حرصا على عدم وجود أي تهديد لسلامة الزوار في هذه المنطقة السياحية بامتياز التي تعد من أجمل المناطق اللبنانية. رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك لبنان والمهجر سعد أزهري قال إن برنامج عطاء يلقى رواجا طيبا يليق بأهدافه الإنسانية، حيث وصل عدد البطاقات التابعة له إلى أكثر من 5000 بطاقة، وساهم البنك من خلال بيعها وعملياتها حتى الآن $1,300,000 استخدمت في نزع الألغام من مساحات قاربت 230 ألف متر مربع. الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تعد الرابعة بعد تنظيف موقعين في قرية حولة وفي سوق الغرب بالكامل من الألغام، وما زال العمل سارم من تنظيف أعالي جبال تنورين ليساهم مرة جديدة حاملو بطاقات بلوم عطاء بنزع الألغام ونشر راحة البال في أرجاء هذه المنطقة. وتعتبر بطاقة بلوم ماستر كارد عطاء هي البطاقة الأولى من نوعها في العالم التي تجمع بين مزايا بطاقة ائتمان والمساهمة المالية للمركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام. ويساهم حاملو البطاقة بخفض نسبة الألغام وبالتالي في إنقاذ أراض لبنانية عدة بدون أن يتكبد أي عبء مالي، إذ يتعهد البنك التبرع لهذا المشروع لدى كل استعمال للبطاقة. احتضن مسرح اسطنبولي مهرجان صور الموسيقي الدولي بمشاركة 18 دولة عربية وأجنبية تكريما للسيدة فيروز. لأنها فيروز التي سبح صوتها في البحر وبين النجوم وغزلت أوتار موسيقاها القلوب، لها كل التحية على إبداع لم يستطع الزمن محوه.
إلى ظاهرة موسيقية عالمية للفرق الدولية، تحول مهرجان صور الموسيقي الدولي في دورته الثانية تكريما للسيدة فيروز، وذلك بكرنفال شارع انطلق من وسط المدينة بحضور ممثل وزير الثقافة روني عريجي وبمشاركة 18 دولة عربية وأجنبية وفنانين وفرق موسيقية تابعة لليونيفيل، وحشد كبير من الأهالي والطلاب ووفود كتائب اليونيفيل. وتمتع الجمهور بموسيقى الأخوين الرحباني وبإيقاع الطبول وبرقصات ومعزوفات من التراث التقليدي لعدد من الدول المشاركة في المهرجان الذي سيستمر حتى يوم الثلاثاء. نظمت جمعية بيروت ماراثون قبل ظهر الأحد سباق بنك ميد للشباب في نسخته الثامنة في منطقة دبي بمشاركة قياسية بلغت 8252 عداء وعداء، ركضوا داخل حرم المارينا وأكدوا الشعار الأكيد، وأكدوا هذا على هذا الشعار. نظمت جمعية بيروت ماراثون قبل ظهر الأحد سباق بنك ميد للشباب في نسخته الثانية في منطقة دبي وبمشاركة قياسية بلغت 8252 عداء وعداء، ركضوا داخل حرم المارينا وأكدوا الشعار أكيد أدى. وقد واكب وحضر هذا الحدث حشد من الشخصيات الرسمية والأهلية، تقدمون وزير التربية والتعليم العالي إلياس أبو صعب والنائب سيمو أبي رمي رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، وممثل عن قائد الجيش العقيد جون دعبول، ومدير أمن الدولة الملازم مجدي وهبي، ورئيس بلدية دبي قبلين الأشقر، وممثل بنك ميد الراعي الحصري للسباق فادي فليحان، إلى جانب شخصيات وفعاليات. كما حضر الفنان راغب علامي بصفة راعيا وداعما لمشاركة جمعية سكيلد التي تعنى بطلاب وطالبات ذوي الصعوبات التعليمية، حيث أذيع النشيد الوطني بصوته وواكبوا بالإشارة طلاب وطالبات مؤسسة البيان للصم بدار الأيتام الإسلامية. وبالقراءة للنتائج الفنية للسباق، كان لافت تعزيز رقمين سباقي 2.5 كيلومتر للفئة المفتوحة، حيث تمكن العداء بلال نعمان عند الذكور من تسجيل رقم جديد في 2 كيلومتر وهو 7 دقائق، بينما رقمه الماضي كان في النسخة الأولى للسباق هو 8 دقائق و5 من عشر الثانية. وبدورة العداء كلودياز مكحل تمكنت من تسجيل رقم جديد عند الإناث وهو 7 دقائق 58 ثانية، والرقم السابق هو 8 دقائق 46 ثانية مسجلا باسم يارا رزق. وفي 5 كيلومترات تمكن منتصر حميدي عند الذكور من تسجيل رقم جديد وهو 16 دقيقة 31 ثانية، والرقم السابق 17 دقيقة 25 ثانية مسجلا باسم أحمد شور. وعند الإناث سجلت العداء فرح طيار رقم جديد هو 19 دقيقة و 47 ثانية، والرقم السابق هو 20 دقيقة مسجل باسم سارة جوكر طبيوي. وفي الختام جرى توزيع الميداليات وأقواس نصر من شجر الزيتون وباقات ورد على الفائزين في أوائل الفئات من قبل رئيس جمعية بيروت ماراثون ميل خليل وممثل بنك ميد فادي فليحان والضيوف المدعوين في أجواء من الحماس والتشجيع والفرح. صراحة الشباب والعنصر الشباب واليوث هن الأساس، وهذا من قناعات بنك البحر المتوسط انه هيدا الجيل الجديد هو الجيل اللي بيوصل البلد لمحل احسن. صراحة بنك ميد this is one of the activities اللي نحن عم نرعاها، بالاضافة للرياضة كمان عم نطلع على الموضوع البيئي. صفحة الاحوال الجوية مع كريستال عبد الساتر. ما في شي بيوقفك مع الفا 4x4 لخطوط الفا بريبايد 400 ميجا بايت، 4 ساعات حكي كل 30 يوم على رقم مفضل بالويك اند، 40 دقيقة حكي و 400 SMS بس $12. العرض محدود. بونسوار، عم توصلنا صوركن على أكاونت الإنستغرام والفيوتشر تي في أبليكيشن. بذكركن كل شهر عم بيكون عنا موضوع جديد، أما موضوعنا لهالشهر فهو ديكور البيوت، واليوم وصلتنا صورة من أمل.
من بعد فقرة صورة وشمسية، وقبل ما نروح على طقس لبنان نروح هلا على الدول العربية تنشوف كيف عم بيكون طقسها. وجولتنا بتبلش مع القاهرة 30، 28 بتونس 20 درجة بالرباط، 34 ببغداد، 24 بدمشق، 21 درجة بالقدس. والختام عم بيكون مع الكويت 34، الدوحة 32، والرياض 35 درجة. نوصل هلا على طقس لبنان. بكره عم بيكون في عنا طقس مشمس الى قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحراره، تتوصل اقصاها على الساحل 22 درجه، اما ادناها 11 درجه. الرطوبه عم تسجل اقصاها 85%، وسرعه الرياح عم توصل لل 25 كيلومتر بالساعه. بالجبل عم تتراوح من 15 وال 21 درجه، اما بالداخل عم توصل اقصاها لل 23 درجه. جولتنا اللي بتاخذنا من شمال لجنوب بتفرجينا اكثر تفاصيل حراره ببعض المناطق اللبنانيه، ومبلش جولتنا من شمال مع كار 21، 23 بطرابلس، 12 بالقرس، 23 درجه بالكوره. منكمل تنوصل على الهرمل 24، 22 بالقاع، 21 بعلبك، 22 درجه برياء. نوصل على جبال 22، 14 بميروبة، 22 درجه بجوني وببعبدا. بيروت كمان عم توصل فيها للحراره ل 22 درجه، والطقس عم بيكون مشمس. من بيروت بنوصل على زحله وشتوره عنجر 22، ومشغره 23 درجه. بنكمل جولتنا تنوصل على جزين 23، 20 برشيه، 21 بمرجانون، 22 درجه ببنت جبال. والختام عم بيكون مع بيت الدين 18 والمناطق الجنوبيه صيدا سور وقانا و 23 درجه. مثل ما ذكرنا لبكره عم بيكون في عنا طقس مشمس الى قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحراره، تتوصل اقصاها بكره لل 22 درجه، اما ادناها لل 16 درجه. نكمل انخفاض مع استقرار بدرجات الحراره لنهار الثلاثاء والاربعاء، تتوصل اقصاها لل 20 درجه. بمنطقه القرز الحراره عم تتراوح بين 2 وال 12 درجه. لهون بتكون خلصت النشره الجويه، بعتوا لنا صوركم على اكونت الانستغرام والفيوتشر تي في ابلكيشن، واكيد شو ما كان طقسكم المفضل لاقونا على طول على المستقبل. وفي ختام النشرة تذكير بعناوينها. كما اننا نعمل سويا للمضي قدما لانشاء القوة العربية المشتركة. قادم الحرمين الشريفين في خطاب تاريخي امام البرلمان المصري يدعو لانشاء قوة عربية مشتركة لمواجهة الارهاب. اننا في لبنان بدأنا نرى املا في اخر النفق. بري يرى املا في انجاز استحقاق رئاسة الجمهورية. أتأسف أنه أخذ الموضوع اصطفاف سياسي. الأنظار مشدودة إلى مسار جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل بعد الخلافات حول جهاز أمن الدولة. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. إلى اللقاء. بقول له يا سيد أنا رجعت على لبنان، أتمنى أنك ترجع كمان على لبنان. قرار صادر من مجلس الجامعة تسمية حزب الله الإرهابي.